لنقل ومتابعة نموذج محاكاة الشباب بالاتحاد الأفريقي من القاهرة، نتابع. وفي ظل تنامي الفكر المتطرف، فإن الاهتمام بالشباب لم يعد يقتصر على الجوانب الاقتصادية فقط، لذا نتطلع للخروج بإطار متكامل لتعزيز مشاركة الشباب بما يقلل من فرص تبنيهم للأفكار الهدامة التي أدت إلى العديد من الخسائر لدولنا. لذا فإن المفوضية تأمل في أن تتبنى قمتكم الموقرة إطاراً موحداً يضم محورين أساسيين، أولهما مواجهة التطرف الفكري في أوساط الشباب الإفريقي كآلية حمائية أولى لمكافحة الإرهاب، والذي أصبح يمثل خطراً متصاعداً علينا جميعاً، وكذا تبني برنامج إفريقي شامل للتشغيل والتوظيف بما يمكن أن يساهم في الحد من البطالة في القارة، وذلك عبر إطلاق استراتيجيات تضمن تبادل عمليات التدريب والمعرفة الفنية بين دول القارة. وشكراً على حسن استماعكم. شكراً لمعالي السيد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي على ذلك الاستعراض الوافي، وأود بهذه المناسبة أن أشيد بجهوده الدؤوبة والمخلصة في دعم اتحادنا الموقر وتعزيز العمل الأفريقي المشترك. والآن اسمحوا لي أصحاب الجلالة والفخامة والمعالي أن أعود مؤقتاً إلى صفة الوطنية وأن ألقي كلمة جمهورية مصر العربية. أصحاب الجلالة والفخامة والمعالي ملوك ورؤساء الدول الأفريقية والحكومات الأفريقية الشقيقة، السيدات والسادة الحضور، يطيب لي في مستهل كلمتي اليوم في هذا المحفل القاري المرموق أن أرحب بكم في بلدكم الثاني مصر التي تولي اهتماماً خاصاً لانتمائها الأفريقي، ذلك الانتماء الذي ترى فيه مصر بعداً استراتيجياً لا غنى عنه ولا تنازل عنه في علاقاتها الخارجية وتوجهها رئيسياً لمحور سياستها الخارجية في هذه المرحلة، سعياً من الدولة المصرية إلى ممارسة واجباتها تجاه قارتها السمراء والإسهام الفاعل مع أشقائها الأفارقة في مواجهة التحديات التي تواجه دولنا بهدف إيجاد صيغ ملائمة للنهوض بمقدرات المجتمعات الإفريقية وتحقيق التقدم الذي تنشده كافة شعوبها، مما يؤكد على اعتزاز مصر بهويتها الإفريقية وما تمثله هذه الهوية بالنسبة لها شعباً وقيادة من أهمية خاصة وانتماء عميق ضارب في جذور التاريخ والحضارة. الحضور الكرام، يتجدد اللقاء فتتجدد معه آمال وأحلام شعوبنا الإفريقية، وها نحن نجتمع اليوم لكي نتباحث ونتبادل الرأي بشأن القضايا التي تهم شعوبنا الإفريقية وتلبي طموحاتهم في التنمية والرخاء، ويأتي في مقدمة تلك القضايا سبل تمكين الشباب الإفريقي. فقارتنا الإفريقية تقف اليوم على أعتاب لحظات فارقة تتطلب منا جميعاً إلى الاستثمار في الشباب أهمية قصوى باعتبارهم وقود التنمية وقاطرة التقدم نحو المستقبل المشرق. السيدات والسادة الحضور، إن الدولة المصرية حملت على عاتقها مسؤولية تمكين الشباب انطلاقاً من أهمية الشباب كعنصر فاعل في التنمية المستدامة، وفي ضوء الأهمية التي توليها أجندة الاتحاد الإفريقي 2063 لشباب إفريقيا، كون الشباب يمثلون أحد أهم المزايا التنافسية التي تميز قارتنا الإفريقية وتميز الاقتصاد الإفريقي. ومن هنا احتل الحديث عن أجيال المستقبل ووجوب مشاركتهم في صنع القرار محور صدارة وأولويات الدولة المصرية، فحرصت من خلال خطوات ملموسة على تمكين الشباب سياسياً عبر خفض سن الترشح لانتخابات مجلس النواب لتصل إلى 25 عاماً، كما تم تخصيص مقعدين للشباب في كل قائمة من قوائم الأحزاب والقوائم المستقلة طبقاً للدستور في 2014، فوصلت نسبة الأعضاء الشباب في البرلمان الحالي إلى نحو 30% من الأعضاء، مما يمهد الطريق أمامهم للمشاركة في صنع المستقبل. كما لم تكتفي مصر بتمكين الشباب المصري، بل قامت بواجبها تجاه تلك القضية على الصعيد الدولي عبر استضافتها لمنتدى شباب العالم بمدينة السلام شرم الشيخ في نوفمبر من العام الماضي، ليشكل هذا المنتدى منصة دولية تهدف إلى خلق قنوات من التحاور البناء بين شباب العالم في مختلف القضايا العالمية.
السيدات والسادة الحضور، إن الاتحاد الإفريقي عبر قانونه التأسيسي والخطة الاستراتيجية لمفوضية الاتحاد الإفريقي قد أكد على أهمية مشاركة الشباب في تنمية قارتنا السمراء، كما قام الاتحاد الإفريقي بوضع إطار سياسي من خلال ميثاق الشباب الإفريقي الذي يحدد مسؤوليات دولنا الإفريقية في تطوير الشباب الإفريقي عبر ضمان الاشتراك البناء في عمليات اتخاذ القرار بشأن تنمية القارة الإفريقية، كما يشكل الميثاق خطوطا استرشادية لدولنا الإفريقية عبر وضع الاستراتيجيات الأساسية التي تساعد على تمكين شبابنا في مجالات التعليم وتطوير المهارات والقانون والتنمية المستدامة وغيرها من المجالات التي تساعد على تعزيز تمكين الشباب وتحول دون هجرة العقول والسواعد الإفريقية إلى أجزاء أخرى من العالم. السيدات والسادة الحضور، علينا أن ندرك جميعا أن طموحات إفريقيا وآمالها لن تتحول إلى واقع دون الاستفادة الكاملة والاستغلال الأمثل للشباب وتحويل الكتلة الشبابية لعائد اقتصادي له مردوده الإيجابي على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولنا الإفريقية، بدلا من اكتزابها من قبل الجماعات الإرهابية الظلامية التي تسعى إلى الهدم والتخريب في أنحاء قارتنا الإفريقية. وفي نهاية الكلمة أشكركم على حسن الاستماع وأجدد الترحيب بكم في بلدكم الثاني مصر، متمنيا لنا كل التوفيق والسداد من أجل تنمية قارتنا الإفريقية ونهضة شعوبها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحاب الجلالة والفخامة والمعالي، والآن نبدأ في الاستماع إلى مداخلات حضراتكم بشأن موضوع القمة، وأستهل قائمة المتحدثين بإعطاء الكلمة إلى جمهورية أنغولا. فخامة رئيس جمهورية مصر العربية، السادة أصحاب الجلالة والفخامة والمعالي، السيد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، السادة رؤساء المنظمات، الحضور الكريم. أولاً أود أن أتوجه بالشكر لجمهورية مصر العربية على حثاوة الاستقبال وكرم الضيافة والجهود المبذولة لانعقاد وإنجاح هذه القمة، وهو ما ليس غريبا على هذا البلد الصديق ذي التجربة الملهمة للعالم بأسره وليس أفريقيا فحسب. فمصر هي قلب أفريقيا، هي التاريخ والحضارة، والقاهرة هي مرآة عواصمنا. السيدات والسادة، الحضور الكريم، آتي إليكم اليوم حاملاً تحيات لواندا، العاصمة الواعدة الشابة لبلدنا أنغولا. نعم، عانينا من حرب أهلية طويلة امتدت 27 عاماً، ولكن شعبنا آمل بأن إرساء دعائم السلام هو الخطوة الأولى نحو تحقيق التنمية. ومن بلد يمثل الشباب 65% من إجمالي سكانه، دعمنا منتدى أفريقيا 2017 إيمانا منا بأن التركيز على الشباب هو جزء كبير من حل ومواجهة مختلف التحديات القارية، فهم الركيزة الأهم والأبرز نحو النمو الاقتصادي الذي نحتاجه على المستويين القاري والوطني. السيدات والسادة، ليس النفط والماس هما ثروتنا فحسب، وليست كرة السلة هي قوتنا الناعمة فحسب، وليست تحديات الفقر وانهيار البنى التحتية والبطالة والمسألة الأمنية هي كل ما جئنا لنناقشه اليوم ونتخذ قرارات وتدابير بشأنه، ولكننا هنا لتعظيم فرص الشباب من أجل النهوض بمجتمعاتنا ودفع عجلة التنمية وتحقيق الأمن. ففي تجربتنا وأمام الاقتصاد الذي عانى من جراء الحرب حتى العام 2002، ورغم ارتكاز اقتصادنا على عوائد النفط، استطعنا بنجاح تحقيق التنوع الاقتصادي بين الشرائح المختلفة منذ العام 2014 لتوفير فرص عمل وتشغيل للشباب في قطاعات البنى التحتية المختلفة، خاصة الزراعة والصناعة والصحة، بالإضافة إلى تهيئة مناخ الاستثمار وتعديل النواحي القانونية والتشريعية وبيئة الأعمال.
هذا وقد ارتفع مؤشر التنمية البشرية بين عامي 2012 و2015 بمعدل 5%، فبلدنا يراهن على ثروته البشرية ويقدم لكم رؤيته الاستراتيجية مرتكزة بالأساس على تطوير التعليم. وجدير بالذكر أننا قد نجحنا في زيادة أعداد المسجلين بالمدارس الأنغولية بنسبة 50% في الأعوام الخمسة الأخيرة. وبناء على ما تقدم فإننا ندعم تفعيل التبادل الطلابي قاريا لا سيما على مستوى التعليم الفني والمهني وزيادة فرص التدريب، بما يعكس الاهتمام الكبير بتحسين الأوضاع المعيشية والإبداعية للشباب من ناحية، وتعزيز العمل الإفريقي المشترك بما يخدم أهداف رؤية التنمية المستدامة من ناحية أخرى. السيدات والسادة، الحضور الكريم، جئنا اليوم نمد يدنا لمزيد من التعاون القاري تحت مظلة الاتحاد الأفريقي، سواء ثقافياً أو اقتصادياً أو أمنياً، لتلبية الاحتياجات المتزايدة لشعوبنا والمحافظة على مصالحنا المشتركة واستيعاب قدرات الشباب نحو تحقيق رؤية التنمية المستدامة لأفريقيا 2063، ماضين قدماً على سبيل تمكين الشباب للمساهمة في تقليل الفجوة بين الواقع المعاش والغد المأمول نحو أفريقيا جديدة، أفريقيا أرضاً للفرص. شكراً سيادة الرئيس. شكراً لجمهورية أنغولا على تلك الكلمة القيمة والثرية. والآن أعطي الكلمة لجمهورية بوركينا فاسو. Excellence, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, سيد الرئيس، ساداتي وساداتي، إنه لشرف عظيم لي أن أكون بينكم اليوم وأن أمثل جمهورية بوركينا فاسو شعبا وحكومة وشبابا. أولا، إن بوركينا فاسو هي دولة، هي من أفريقيا، من غرب أفريقيا، وأنها عدد سكانها 19 مليون نسمة، وهنا يلعب هي دولة توماس أنكارا الذي مد يديه إلى الشباب وأشرك شباب البوركينابي. نحن لدينا عدة مشاكل يصادفها الشباب ترتبط بالاقتصاد وأيضاً مشاكل سياسية، ولدينا أيضاً مشاكلنا المتعلقة بالتعليم وأيضاً متعلقة بالبطالة. بيد أنني أود أن أشير إلى هذه المشاكل، لأن هذه المشاكل في بلدنا بوركينا فاسو، نحن نرى المشكلة ومشكلة البطالة وخلق فرص عمل قد وصلت مدى حساسا وحرجا لحكومتنا. وفي كل عام نجد عددا كبيرا من الشباب يسعى جاهدا لأن يعثر على وظائف ولكن دون جدوى، فإن شباب بوركينا فاسو يحاول بكل إمكانياته أن يساهم في تطوير بلاده. ولكنني أعطي نصيحة إلى الشباب الأفريقي وأيضا الشباب البوركينابي بصفة خاصة، ألا يعتمد على الحكومة وألا يستند تماما عليها، وإنما عليه أن يخلق شركات خاصة من خلالها يمكنه أن يساهم بشكل جدي في تطوير مجتمعه. وأيضا أنني لا أود أسدي الشكر إلى الجماعة، إلى أفريقيا وكل رؤساء الدول الأفريقية الحاضرين. تحيا أفريقيا، تحيا أفريقيا. شكرا لجمهورية بوركينا فاسو على تلك الكلمة القيمة والموجزة. والآن أعطي الكلمة لجمهورية بروندي.
شكرا سيد الرئيس. صاحب الفخامة السيد رئيس جمهورية مصر العربية، رئيس الاتحاد الإفريقي، أصحاب الفخامة والجلالة رؤساء الدول والحكومات، صاحب المعالي السيد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، السيدات والسادة الحضور الكريم، في البداية أود أن أعرب عن سعادتي العارمة وسروري البالغ لحضوري بينكم اليوم تحت مظلة الاتحاد الإفريقي، والذي يعد بمثابة البيت الكبير الذي يجمع كافة شعوب إفريقيا في كنفه. ومع تواجدي في مصر بلد الكنانة، أتوجه بخالص الشكر لجمهورية مصر العربية حكومة وشعبا على ما لاقيناه من حسن وحفاوة الاستقبال. إن هذا الاتحاد قد أقامه أسلافنا من الآباء المؤسسين قادة وزعماء الدول الإفريقية للتعاون والتضافر في النهوض بالقارة وتحقيق آمال شعوبها في مجابهة الاستعمار وما خلفه من مشكلات لكافة دول وشعوب قارتنا السمراء. ذلك الاستعمار الذي لم يأت إلا لاستنزاف ثرواتنا ومواردنا الطبيعية، ولم يترك لنا في مقابل ذلك سوى الفقر والجهل والمرض والحروب الأهلية والإرهاب. تلك الآفات التي كان لها أثرها السلبي البالغ على شباب قارتنا. السادة أصحاب الفخامة والمعالي، دعونا نتكاتف معا لنقف يدا واحدة ضد الأزمات والمخاطر التي تحيق بنا والتي تواجه كل شعوب إفريقيا، وخاصة تلك التي يعاني منها شبابنا، ولنجعل من الاتحاد الإفريقي قوة فاعلة حتى يستطع القيام بما يناط به من مهام لحل الأزمات المختلفة، والتي من بينها الإرهاب الذي تعاني منه العديد من الدول الإفريقية، وكذلك الوصول لتفاهمات بين دول حوض النيل والقضاء على الحروب الأهلية والنزاعات المسلحة، والتي لا طالما عانت منها بلادي وذاقت من ويلاتها الأمرين. دعونا نتكاتف معا لتحصل إفريقيا على المكانة التي تستحقها بين العالم لما لها من إمكانيات وثروات طبيعية وطاقات بشرية شابة تستطيع تسخير كل الصعاب وإتيان المستحيل، وذلك عقب تخلصها من الأمراض التي خلفها الاستعمار والتي تتنافى مع ما تمتلكه القارة من مقومات التقدم والازدهار. السيدات والسادة، الجمع الكريم، إن الشباب لهو أمل المستقبل وأمل الأمم في التقدم والتطور، فلا غد بدون الشباب. لذلك كانت أهمية موضوع قمتنا اليوم عن التصدي للمشكلات والتحديات التي تواجه الشباب في قاراتنا الإفريقية، فضلا عن كيفية تعزيز مشاركتهم المجتمعية بشكل فعال وزيادة الاستثمار في الشباب لما له أبلغ الأثر على التنمية المستدامة لقاراتنا الإفريقية. وإن بوروندي باعتبارها جزء لا يتجزأ من إفريقيا، فإن شبابها يواجه ذات التحديات التي تواجه شباب إفريقيا كافة. فالشباب هم الثروة الحقيقية التي لا تقدر بثمن، وهم الأقدر على صنع مستقبل واعد ومشرق لبلادهم ولقارتنا الأفريقية وللأجيال القادمة، وذلك بما يتميزون به من القدرة على الإبداع وإطلاق العنان لمخيلاتهم وخلق وإضافة كل ما هو جديد والذي لا يتأتى إلا عقب تسليحهم بالعلم، العلم الذي يؤهلهم إلى لعب ذلك الدور الفعال والتعبير عن طاقاتهم وإمكانياتهم، فضلا عن وقايتهم من الوقوع في براثن الإرهاب والاستقطاب والأفكار التخريبية التي تعد معول هدم في بنيان الدول وتهدد بفنائها، حيث ساهمت تلك الأفكار إلى جانب الصراعات العرقية في زيادة معاناة الشباب في بيروندي، فضلا عن استخدام الأطفال في تلك الصراعات وحرمانهم من التعليم وزيادة معدلات الفقر وهروب الكثير من الشباب البوروندي إلى الدول المجاورة. وختاما، فإنني أثمن جهود الدول الأعضاء في ذلك السياق، والتي أسفرت عن قيام الاتحاد الإفريقي بإصدار ميثاق الشباب الإفريقي، والذي يعد خطوة أولى لا يجب الوقوف عندها بل تحتاج إلى المزيد. لذلك أطالب الاتحاد الإفريقي عامة واتحاد الشباب الإفريقي خاصة
القيام بمسؤولياتهما نحو العمل على إيجاد الحلول المناسبة لإزالة كافة العقبات والتحديات التي تواجه الشباب داخل القارة، وذلك تنفيذاً للمبادئ الأساسية التي قام عليها الاتحاد عن طريق وضع آليات وبرامج محددة للنهوض بالشباب الإفريقي وتمكينه من المشاركة المجتمعية والدولية بفاعلية ليس على مستوى القارة الأفريقية فحسب، وإنما على المستوى الدولي. وأود التأكيد على أن بوروندي على أتم الاستعداد لشراكة حقيقية وفاعلة في كل ما يخدم شبابنا ويحقق لهم التقدم والريادة. شكرا جزيلا على حسن استماعكم. شكرا سيد الرئيس. شكرا لجمهورية بوروندي على تلك الكلمة القيمة والوافية. والآن أعطي الكلمة لجمهورية جنوب السودان. شكرا سيد الرئيس. بسم الله والوطن، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، فخامة الرئيس، رئيس الاتحاد الأفريقي، إخوة رؤساء الدول الأفريقية، إخوة ممثلي المنظمات الإقليمية والدولية، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يطيب لي في هذا اليوم الأغر أن أكون بينكم اليوم في بلد الثاني مصر الشقيقة، وعيدا يمتد ترحيبي بالضيوفنا الأعزاء من رؤساء وأعضاء الوفود وممثلي بعثات الدبلوماسية، وأن أتوجه بالشكر في هذه اللحظات المباركات للحكومة المصرية على رأسهم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. في الواقع أكبر تحدي التي تواجه الشباب في جنوب السودان يكمن في التنشئة الاجتماعية للأجيال، لأن العديد من القبائل لها بيئات مغلقة ومنعزلة لوحدها، وهذا يجعلها بعيدا عن الانتحار والاحتكاك مع الآخرين، ونسبة لبعض التقاليد الموروثة مسبقا والصراعات التاريخية التي خلقت نوعا ما من العداء تجاه فئات محددة، بإضافة إلى ضعف التعليم أو انعدامها بسبب حروبات الطويلة التي دارت بين الجنوب وشمال السودان لمدة 21 عاما. وفي هذا المنعطف أشير إلى الضرورة حفاظ بعض القيم وموروثات الإيجابية، بالإضافة إلى توظيف طاقات الشباب لمحاربة الظاهرة السلبية. حضور الكريم، أيضا تواجه جنوب السودان تحدي اقتصادي عظيم تكمن بداية من نشوب الحرب الأهلية، وتترتب على ذلك غياب مشاريع الزراعية والصناعية، وخصوصا مشاريع التي تمولها الدولة بنفسها أو عبر فتح فرص لمستثمرين الأجانب لكي يساهموا في نهض الاقتصاد بالبلاد. وعلى أقل تقدير هنالك ملايين من الأفدنة الصالحة للزراعة في أراضي تمتاز بنسبة عالية من الخصوبة، بإضافة إلى العديد من الأنهار العذبة التي تصلح لإقامة السدود وتوليد الكهرباء، بإضافة إلى الثروة الحيوانية والغابية. حضور الكريم، أخاطبكم اليوم وغارتنا على عتاب مرحلة جديدة من مراحل التطور والبناء. أخاطبكم اليوم ونحن ندخل أحدا جديدا مع أمتنا الأفريقية، أحدا نلتزم فيها بوحدة أفريقيا أرضا وشعبا. نحن اليوم ندخل صفحة جديدة، صفحة نكتب فيها تاريخا جديدا لأمة الأفريقية آمنة موحدة ومتطورة ومتحضرة. ورؤيتنا لتحقيق كل ذلك واضح وجلي، وطاقاتنا كبيرة ومواردنا وافرة، ولن نرضي إلا بأن تكون أفريقيا وطنا للتمييز والريادة ووطنا لعزة وكرامة بإذن الله، وأن تكون أفريقيا أمة منتجة بحق يكفي حاجتها ويسد فجوة الغذاء للآخرين، ولا تنقصنا في ذلك موارد وثروات طبيعية ولا الخبرة ولا القدرة على صياغة أفضل نموذج لأمة ناحدة قوية وفخورة بنفسها. حضور الكريم، إننا اليوم نملك إرادة ذاتية حرة، ونملك خطط كلية ومرحلية، ونملك عزم وحسن التوكل على الله لتفجير سائر طاقاتها البشرية وتوظيف هذه المواد المادية الهائلة يسعى حسيس نحو تلك الغايات العظيمة. في ختام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
شكرا لجمهورية جنوب السودان على تلك الكلمة القيمة والوافية، وإذ تتمنى الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقي بأن يعم السلام والاستقرار والرخاء لجمهورية جنوب السودان الشقيقة وكافة دولنا الإفريقية الشقيقة. والآن أعطي الكلمة إلى جمهورية غينيا. شكرا فخامة رئيس جمهورية مصر العربية، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي وكل الحاضرين. أنا سعيد أني أكون اليوم مدعوا لهذا الحدث، وسعيد لاستضافة جمهورية مصر العربية لنا. لدينا كثير من التحديات في كينيا والتي تماثل معظم الدول الأفريقية والتي هي تقريبا نفسها. اليوم سأناقش التحديات التي يراها شباب كينيا والتحديات الاقتصادية التي تشهدها كينيا، التحديات الاقتصادية والاتحاد الاجتماعي والاتحاديات السياسية. عندما يتعلق الأمر بالتحديات الاقتصادية، فإن أكثرها أهمية هو البطالة. لدينا تقريبا نصف مليون خريج، وهم وحوالي 25% فقط منهم هم من لديهم وظائف. إذن 75% منهم ينتهي بهم المطاف كونهم عاطلين عمل، وهذا أمر يؤثر علينا لأن الناتج المحلي يعتمد بصورة أساسية على الشباب، وهم المحفز والدافع للاقتصاد الكيني بصفة عامة. وكذلك فأنت ترى فهرس المستهلك الذي يظهر نسبة من الفقر تتزايد، وأيضا لدينا كثير من التحديات الاجتماعية بالنسبة للشباب. في هذا الصدد لدينا تحديات في مجال الرعاية الصحية، وبدون الشباب الصحي لن تستطيع أن يكون لك بيئة منتجة واقتصاد منطق في أفريقيا بصفة عامة. لذلك قمنا بالتركيز على أمور أخرى، ولكننا سعينا بصورة ما وتجاهلنا الرعاية الصحية الشاملة. فإذا جئتم إلى كينيا فستجدون أن توزيع المؤسسات الصحية قليل للغاية. هناك فقط 2 أو 3 من تلك المستشفيات الحديثة التجهيز، ولكن بقية السكان والذين معظمهم من الشباب لا يحظون بالرعاية الصحية المناسبة لهم في باقي أنحاء البلاد، وهذا يجعلهم لا يكونون منتجين مواطنين منتجون بالصورة المطلوبة. وستجد أن معدلات الإصابة بالإيدز ومرض نقص المناعة منتشر خصوصا في الجزء الجنوبي من الصحارى، الصحراء الجنوبية. لذلك إذا ما كان لديك نظام صحي مناسب، سيكون لك نظام إنتاجي مناسب وجيد. أما بالنسبة يجب أن يكون لدينا رؤية كيف سنقوم بالسيطرة على مثل هذه التحديات، لنستطيع أن نقضي على مثل هذه الأمراض والسيطرة عليها والنهوض من الإنتاج. لذلك ونحن لدينا أيضا كثيرا من الأمراض الصحة الإنجابية مثل إجهاض الشابات المراهقات، وأيضا ما ينتج عليهم من إجهاض إجرامي أو غير قانوني، وكيف ينتهي المطاف بمن يحظون بمثل هذا الإجهاض بأنهم أشخاص غير منتجين. لدينا أيضا تحديات خاصة بالتعليم ومعدل
هناك عدة عوامل تتعلق بأداء التعليمي، يتعلق بمعدل الفقر ومستوى الفقر. لذلك يجب علينا أن نبحث عن الأساليب والطرق التي تجعل الشباب أكثر تعليما وألا يخرجوا يتخرجوا من التعليم. وأيضا يجب أن يكون لدينا كثير من الرعاية الصحية الشاملة. نحن متخلفين لغاية في هذا المجال من ناحية دولية، لذلك يجب يتوجب علينا أن نسعى لتوفير ذلك. أيضا بالنسبة للدكاترة الأطباء، لدينا في كينيا حوالي 2000 دكتور أو طبيب، وهذا غير كافي، وهم في أغلب الأحوال من الصعب الوصول عليهم. لذلك يتوجب علينا تعيين كثير من الأطباء، ليتوجب علينا تقديم رعاية صحية شاملة، وهذا يعني شباب صحي أكثر. ووجود شباب صحي أكثر سينتج عنه وجود إنتاجية مناسبة، وبالتالي سنعكس على الاقتصاد الخاص بنا الذي سيتطور للأمام. لذلك بالنسبة لعلاقة الطبيب أو نسبة الأطباء للمواطنين، فهي 1 لكل 17,000 مواطن، والمفروض أن نقوم بتعيين حوالي 3,000 طبيب في جميع أنحاء البلاد حتى نستطيع أن نحسن من هذا المعدل. لذلك نحن نسعى أو نأمل أن نقوم بسياسات أو بطرق لكي نزيد من التغطية الصحية الشاملة. ومعظم هؤلاء الأطباء هم شباب. هناك 600 دكتور طبيب يتم تخرجهم كل سنة من سن 25 لـ35 سنة، ونحن نحتاج لزيادة هذا الرقم. فإذا ما ركزنا على البطالة، فإن البطالة أيضا هي مشكلة بالنسبة لنا وبالنسبة للدول الأفريقية أيضا. البطالة سوري. الآن أصحاب الفخامة والجلالة والمعالي، أعلن انتهاء أعمال الجلسة الأولى، وننتقل إلى استراحة مدتها 5 دقائق، وتنوه الرئاسة الاتحاد على السادة الحضور بالالتزام بالمقاعد. تابعنا معكم مشاهدينا الكرام وعلى الهواء مباشرة نموذج محاكاة الاتحاد الافريقي تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي جاءت تنفيذا لتوصيات السيد الرئيس في ختام اعمال منتدى شباب العالم، والخاصة بتفعيل الحوار بين الشباب المصري والعربي والافريقي. تقوم فكرة نموذج المحاكاة على أن يتم عقد قمة للاتحاد الأفريقي تدعو لها مصر، وتحت رئاستها يكون موضوعها كيفية مواجهة التحديات التي تواجه الشباب الأفريقي وتعزيز مشاركتهم المجتمعية. يشارك في نموذج المحاكاة 55 دولة أفريقية، ويتم تمثيل كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة كضيفي شرف، وتمثيل دولة فلسطين حيث أنها عضو مراقب في الاتحاد الأفريقي، بالإضافة إلى وجود ممثل لكل من منظمة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية. مشاهدين الكرام، متابعتنا الإخبارية تتواصل دائما مع حضراتكم على شاشة النيل للأخبار، فكونوا دائما معنا.